السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعادة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء دولة المجر. تفضلوا استراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء دولة المجر الصديقة، السيدات والسادة الحضور، اسمح لي أن أنا أرحب بك صديق عزيز وأخ عزيز فخامة الرئيس فيكتور باسمي وباسم الشعب المصري، وأرحب بيك وبالوفد المرافق ليك. واسمح لي أيضا أن أنا أسجل لك في أن إحنا العلاقات المصرية المجرية النهاردة بقى لها أكتر من تقريبا 95 سنة، ولكن شهدت العلاقات دي دفعة كبيرة جدا خلال الفترة اللي دولتك كان موجود فيها على رأس الحكم في المجر. واسمح لي أقولك إن إحنا أيضا من 7 سنوات في زيارتك لينا لمصر كانت بتمثل دعم حقيقي وفهم حقيقي للأوضاع في منطقتنا، والدعم ده مش بس كان من خلال الزيارة أو حتى التعاون، ولكن أيضا من خلال إحنا كنا لينا صوت في الاتحاد الأوروبي، كان الصوت ده هي دولة المجر بتقدم وتشرح وتفسر كتير من الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة بما فيها الأوضاع اللي موجودة في مصر. فأنا أقدر هذا الأمر لكم وبعتز به باسمي وباسم كل المصريين. واسمح لي أقول لك إن العلاقات بين مصر والمجر تعد نموذجا يحتذى به في عالمنا الذي يمر في هذه الأونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة. وسبب تميز هذه العلاقات في تقديرها وتوافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف وقيم الدولتين، فضلا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية. وهي الأمور التي ناقشناها خلال المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم. السيدات والسادة، لقد تركزت المباحثات مع دولة رئيس الوزراء المجري على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث توافقنا على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة الماء والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين. وأكدنا أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، وتطرقنا إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر. تناولت مباحثاتنا أيضا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والري وإدارة المياه، وكذلك في مجالي الثقافة والتعليم. هنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة رئيس الوزراء على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024. كما أعرب عن تطلعنا لزيادة عدد تلك المنح مجددا في المستقبل في ضوء الاستفادة التي يحظى بها الطلبة المصريون من المنح المجرية ومن الدراسة في المجر.
التاريخ أنه كلما كان هناك تكتلات فإن أوروبا ومن بينها المجر دائما تخسر. لذلك فإننا أمام فرصة كبيرة عن طريق علاقتنا مع جمهورية مصر العربية للعمل ضد التكتل ولزيادة الارتباط والتواصل. مستضيفون الأعزاء، المجر ممتننة بشكل خاص للمجر في مسألة الهجرة. هذا موضوع كبير، ما الذي سيحصل للبشرية؟ وهل يستطيع الشعوب أن يبقوا في أوطانهم أو يحتفظوا بأوطانهم أو أن يكون هناك حركة عامة تغير كل شيء؟ نحن ننتمي إلى من لا يريدون بأن يتوطن في العالم أشخاص بلا وطن بلا شيء، منسلخون عن أوطانهم ويشكلون أزمات جديدة بحركات السكانية الضخمة. لذلك نحن نسعى لمساعدة كل شعب على أن يبقى في بلده ويعيش بكرامة في بلده. لذلك يجب علينا أن نأخذ موقفا واضحا من الهجرة غير الشرعية، ونجد بأن هناك خط دفاع لأوروبا في شمال أفريقيا، والقلعة الأحصن فيها والأقوى فيها جمهورية مصر العربية. لولا وجود مصر ولولا ممارسة سياسة مصر لما تمارسه، فإن أوروبا ستكون الآن غارقة في مشاكلها. إن استقرار مصر والعمل الذي تقوم به مصر مرتبط بشكل وثيق جدا بأمن أوروبا وبأمن بلدنا. للعمل الذي تقومون به أوروبا يجب أن تكون ممتنة وتكون شاكرة على العمل الذي تقومون به وعلى عملكم بشكل خاص فخامة الرئيس. نحن بدورنا نسعى بكل ما بوسعنا للتعبير عن هذا الشكر والامتنان والدعم الذي تستحقه. أخيرا أود أن أخبركم بأننا أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال يشارك حاليا يجري، يشارك فيه شركات مجرية ومصرية 86 شركة، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين. وكذلك سنستطيع أن نشكل تعاون في مجال الطاقة النووية. نحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة، ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية أنه بعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسيل من عندكم. وكذلك نحن سعداء لأن نقول لكم سيكون لك تعاون في مجال الصناعة، وأقول لكم أن لن نبيعكم فقط منتجات، ولكننا سنأتي أولى هنا لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة، ونصنع هنا في مصر ونوطن صناعة منتجات رائعة وممتازة في مصر ذات مستوى عالي. وأخيرا نحن سعداء بأنكم ترسلون إلينا شبابكم من بنات وشباب. نحن سعداء أن نستقبل كل سنة 200 طالب مصري، لأنهم هم الذي سيصبحون في المستقبل الجيل الجديد الذي سيواصل هذه العلاقة إن شاء الله المتينة التي نجحنا في بنائها في السنوات الماضية. أستطيع أن أقول لكم بأن ما نجحنا بالقيام به اليوم قد قمنا به، ولذلك أنا أشكركم فخامة الرئيس على المفاوضات وعلى الفرصة. شكرا.